نروح للأهلي اللي بيخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مباراته النهاردة في 9 مساء تحت القيادة الفنية للسويسري كولر، وده من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة بكل قوة إن شاء الله. بتعد هذه هي المرة الثامنة ليه اللي بيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في تاريخه، وشارك المارد الأحمر بالمناسبة في 7 نسخ سابقة، بداية من 2005 2006 2008 2012 2013 و2021. ومحتاجين طبعا رأي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير كابتن حسن المستكاوي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دينا، ازيك؟ الحمد لله بخير، منورنا في اليوم. ويا كابتن حسن، عايزين نتعرف من حضرتك على فرص النادي الاهلي النهارده في الفوز. لا بصي، طبعا بديهي يعني الاهلي تبقى كفته احسن وافضل، ولاسباب كثيره. 24 لقب قاري، نادي عريق ونادي تاريخ، له تاريخ وله بطولات عديده. بيشارك، أخذ المركز الثالث 3 مرات، بينما أوكلاند خده مرة واحدة بس لما اتعملت البطولة في المغرب. بس أوكلاند بيشارك للمرة 10، بينما الأهلي بيشارك للمرة 8. طب ليه أوكلاند بيشارك للمرة 10؟ لأن أوكلاند بيلعب في منطقة بيلعب فيها لوحده، ما فيش حد معاه الحقيقة. يعني استراليا هربت منه عشان المستوى الضعيف، وراحت تلعب انضمت للاتحاد الآسيوي. اوكلاند ما اقدرش اقول ان هو فريق من يهدد النادي الاهلي، لكن طبعا كل مباراه انا بعتبرها صعبه ومفيش حاجه مضمونه في الكوره على الاطلاق. صحيح. هو فريق عنده بعض اللعيبه اللي بيقولوا ان هم مميزين، انا ما شفتوش مؤخرا يعني، لكن في النهايه اعتقد ان كفه الاهلي في الطبيعي ارجح، وشخصيته لما تظهر من اول دقيقه ده ممكن يفرق كتير في المباراة. يا رب نتمناها إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. طيب من وجهة نظر حضرتك إيه هو التشكيل الأنسب لخوض هذه المباراة النهاردة؟ يعني أنا أعتقد إن هو مش هيتغير كتير عن آخر التشكيل في الدوري. أعتقد كمان إن هو ممكن يلعب النهاردة بثلاثة في وسط الملعب، احتمال كبير يعني. طبعا مش هستغنى أبدا لو انا كولر يعني عن حمدي فتحي وديانج اولا، عن هاني وعن معلول وعن رامي او يعني عبد المنعم اذا كان فت، قدام شريف وطبعا الشحات حسين الشحات وعبد القادر. ربما يكون في دور طاهر، احتمال يعني. انما الاهلي بيلعب كره على الارض وكورته كويسه، واعتقد انه معنويات بتاعت الفرقه مميزه جدا بعد موقفه في الدوري المحلي وانتصاره الاخير على الزمالك. واخيرا كمان يعني انا ما اقدرش اعتبر اوكلاند فريق قوي الا ان هو قوي بدنيا، لكن في الكوره ما اقدرش اقول ان هو قوي في الكوره ولا في مستوى الاهلي. انما طبعا الكره مش فيها حاجه مضمونه الحقيقه يعني. طيب حضرتك شايف ان فرص الاهلي في الوصول للميداليه البرونزيه زي اخر مشاركه ليه امر صعب ولا سهل؟ يعني ممكن ان هو يحاول، خصوصا ان هو هيقابل فريق امريكي، وما يعني بيقولوا كده ان هو مش قوي قوي يعني، فممكن نعدي منه. احنا هنحسبها بس كده، يعدي اوكلاند ويعدي سياتل الامريكي. بس الامريكي ده برضه هتلاقيه بيلعب كوره سريعه جدا، والامريكان مشهورين بالكوره بتاعتهم السريعه في الجري وفي الحركه وفي السرعات الفظيعه بتاعتهم الحقيقه يعني، بغض النظر عن المهاره الفنيه او السيطره على الكوره. لكن اللي بعد كده ريال مدريد. صحيح. انا يعني حاول ايه يعني، حاول ربنا يسهل يعني يا موسى في موضوع ريال مدريد ده ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، نورتنا في اليوم.